بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة محاضرة المانجمنت يوم الحد 5/4/2020، بتتكلم عن حاجة اسمها الفاونديشن اوف بلانينج. احنا قلنا المانجمنت 4 مراحل، أول مرحلة فيهم البلانينج. النهاردة هنتكلم عن البلانينج وإيه أهميته وإيه الستبس اللي احنا بنعملها أثناء مرحلة البلانينج، والتفاصيل بقى كل حاجة في الستيبس دي and so on. الأوتلاين اللي هنتكلم عليه المحاضرة دي define the nature and the purpose of the planning. طبيعة البلانينج، بلانينج يعني حاجة للمستقبل. حتى مثلا على مستوى اليوم، أنا قبل ما بنزل بعمل لنفسي خطة كده صغيرة إن أنا هروح كذا وأعمل كذا واحضر محاضرة كذا واشتري كذا وينتهي البلان بتاعت نهاية اليوم. المفروض في بعض الابروتشز، هنا هنقارن ونعمل كونتراست ابروتشز لحاجة اسمها جول سيتنج والبلاننج. ازاي احدد جولز، اهداف الاول؟ ما اي بلان او اي خطة لازم يكون في جولز انا عايز احققها الاول، وبعدين انا بعمل الخطة بحيث ان انا اتشيف الجولز دي او احقق الاهداف دي. Define strategic management، لازم يكون في حاجة اسمها strategic plan، يعني خطة استراتيجية عادة بتبقى long term، بتحقق أهداف تاخد وقت طويل. يعني مثلا أقول لك إيه، أنا عايز أبقى أحسن مهندس في الـ software في خلال ال5 سنين دول، أو في الريجون الفلانية، دي بيسموها strategic plan أو خطة استراتيجية أو هدف بعيد المدى. ببني بقى خططي خلال كام سنة اللي أنا بحط فيهم الاستراتيجي عشان تحقق الجولز دي. يبقى إذا أي بلانينج يبقى لازم يكون في جولز، وعادة لو قلنا استراتيجيك تبقى لونج تيرم جولز، يعني أهداف طويلة المدى. Explain what the manager to do during 6 steps of strategic management، في 6 خطوات كده لعملية الإدارة الاستراتيجية هنتكلم عليهم، وهنشوف المدير وظيفته إيه في كل مرحلة من المراحل دي. Describe مميزات الاستراتيجيك organizations أو وإزاي تبقى منافسة، وهكذا يكون في منافسة بين الorganizations اللي عندها خطط استراتيجية. في على فكرة خطط استراتيجية بتديفلوب الorganization من حالة لحالة، وفي حاجة اسمها خطط تشغيلية. الخطة التشغيلية اللي هي بقى الـ day to day work أو يعني العمل اليومي المتكرر. الـ planning، تعريف الـ planning هو الـ primary managerial activity that involve، هو عملية بدائية أو ابتدائية في النشاط الإداري، بتحدد حاجة اسمها الـ organization goals، أهداف المنظمة، بتستبلش overall strategy، بتحقق استراتيجية أو بتأسس لاستراتيجية عامة، خطوط عامة لتحقيق الأهداف أو الجولز. to develop plans for organizational work activities، يعني بتعمل ما يسمى حاجة اسمها خطة تنفيذية. يعني أنا بحدد الأهداف اللي عايزين نحققها كمنظمة، وبعد كده الخطوة اللي بعد كده بحط الـ overall strategy. استراتيجي يعني خطوات هتنقلك من حالة لحالة، عشان تفهم مع overall strategy إجمالي الخطوات اللي هتنقل المنظمة من ستيت لستيت، من حالة لحالة. تخطيط معناه إن أنت بتحط بقى خطة إزاي الانيشال ستيت بتاعت المنظمة كانت إكس، وبعد سنة أو 2 أو 3 مع شوية الخطط اللي أنت حاططهم هتتنقل لستيت تانية ولتكن واحد. طيب بعد ما تعمل الأوفرول استراتيجي، المفروض هتعمل إيه؟ هتديفولب البلانز للخطط التنفيذية بعد ما حطيت استراتيجية. مثلا يجي يقول لك إيه؟ الاستراتيجي بتاعتي ان مثلا كليه حاسبات المنوفيه تبقى احسن كليه في مصر، دي الاستراتيجي. دي استراتيجي ولا جول؟ لا دي جول. طب الاستراتيجي ان انا اعمل ايه؟ الاستراتيجي ان انا مثلا امبروف المستوى، مثلا الستاف، امبروف مستوى الانفراستراكشر، المباني. بعد كده لما اجي اقول ايه، مثلا هطور المباني بحيث تواكب الجول اللي انا عايز اقول عليه اللي انا حددته في الاول. طيب يبقى المفروض بقى انا هنا بقى احدد، بعد ما حطيت الاستراتيجي ابتدي احدد هنفذ ازاي، احسن المباني دي ازاي.
هحسن الانترنت كونكشن ازاي؟ يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايه؟ developing plans for organizational work. يبقى اذا ايه البلاننج؟ يبقى هي اكتيفيتي مهمه بتحدد يتم تحديد فيها الجولز، ثم الاوفرول استراتيجي، ثم الـ developing plans for organizational work، وبعد كده احدد حاجه اسمها الخطط التنفيذيه، الحاجات القابله للتنفيذ. الفورمال بلاننج او البلاننج الرسمي specific goals covering specific time of period. بص، اي اهداف محدده في اوقات محدده، تخطيط اهداف محدده في اوقات محدده، يعني في تايم بوكسنج، في تايم ليميت للاهداف. لازم يعني مثلا اقول لك ايه، اعمل كذا في خلال سنتين، في خلال سنه، في خلال اسبوع، يبقى ده اسمه فورمال بلاننج. ريتن اند شيرد اورجانيزيشنال ممبر، لازم تكون الاهداف مكتوبه وشيرد، يعني كل الناس اللي موجوده في المنظمه متفقه عليها. المنظمه اللي هم مثلا الكليه منظمه فيها في اعضاء تدريس وطلبه وموظفين ومش عارف ايه، فلازم الجولز تبقى ريتن وتبقى شيرد وتبقى البلان دي مكتوبه وتبقى معروفه بالنسبه لكل معروفه بالنسبه لكل الممبرز اللي موجوده في الاورجانيزيشن. واي دو مانجر بلان؟ ليه الجماعه المانجرز بيعملوا خطط؟ اهداف البلانز ايه او اهداف الخطط ايه؟ بروفايد دايركشن، بتحدد اتجاه الاورجانيزيشن، بتريديوس الانسرتينيتي، بتخلي كل الاهداف الناس في المنظمه واضحه، عشان يبقى كل بزنس اكتيفيتي بتتم في المنظمه المفروض ان هي بتحدد الاتجاهات دي. بتمينمايز الويست اند ريدندنسي، بتحاول تقلل الفقد في الريسورسز، لان اي منظمه ليها ريسورسز، وبتحاول تقلل تكرار عمل حاجه معينه في نفس المنظمه. بتحط ستاندر للكنترولينج، يعني بتحط اساسيات لعمليه التحكم في الانشطه الموجوده في المنظمه. الانشطه يعني ايه؟ يعني المحاضره دي نشاط، السكشن نشاط، الامتحان ده نشاط، في ده بنتكلم على الكليه. فبتحط ستاندر، المحاضره مثلا تبتدي في ميعادها، المحاضره يكون فيها شق عملي شق نظري، المحاضره يكون فيها كونسبتس. فانت بتحط ستاندرز كده عشان تكنترول على البيزنس اللي بيتم او الاعمال اللي بتتم في المنظمه. عناصر البلاننج، الاليمنتس اوف بلاننج، الجولز. فالمفروض الجولز دي اهداف، يعني انا عايز ديزايرد اوت كمز فور انديفيدوال جروبز اور انتاير اورجانيزيشن. يعني اهداف حم، يعني مثلا ايه، عايز اطلع الاول على القسم، ده ممكن يكون individual goal. عايز الشركة بتاعتنا تبقى في التوب 10 في منافسة السوفت وير اندستري، يبقى ده organizational goal. يبقى انت بتحط حاجة اسمها desired outcome، يعني حاجة مطلوبة انك توصل لها، حالا المطلوب انك توصل لها، سواء على مستوى الشخص او مستوى المجموعة او مستوى الorganization. الجولز دي بتبروفايد الدايركشن والايفاليويشن performance criteria، بتبروفايد الاتجاه، وكمان بتحدد ازاي يعني احط معايير قياس الاداء. يعني انا عايز يعني مثلا ايه معايير قياس اداء الكليه، هل كميه عدد الطلبه الناجحين كل سنه، ولا عدد الطلبه اللي ناشرين ابحاث كل سنه، ولا عدد المشاريع اللي بتخرج قابله للتنفيذ في السوق، ولا عدد نسبه الناس اللي بيحصل لهم امبلويمنت وتوظيف. كل دي حاجات تنفع حاجه اسمها ايفالويشن بيرفورمانس كرايتيريا. فالمفروض ان انا في الجولز دي بحدد حاجه اسمها معايير القياس، معايير التقييم، معايير التقييم للاداء. بالظبط كده، معايير التقييم للاداء. يعني انا عايز اقول معايير تقييم لاداء الطالب، تيجي تقول لي ايه درجاته في العملي، درجاته في النظري، الحضور، كل ده تعتبر evaluation performance criteria. البلانز، ايه تعريف البلانز؟ اللي هي دوكيمنت that outline how goals are be achieved. يعني ايه؟ ازاي هي عباره عن مستند بيحدد ازاي الاهداف اللي انا حددتها في المرحله السابقه تتحقق، وبتديسكرايب ايه الريسورسز والالوكيشن بتاع الريسورسز، اهداف وازاي هحققها، وعشان احققها محتاج موارد، سواء موارد ماليه ولا بشريه ولا تقنيه ولا وات ايفر. كويس، طب ازاي ان انا هديسكرايب الريسورسز دي، ان ازاي تالوكيتد، الوكيتد يعني ازاي تخصص، عشان اعمل اكتيفيتي سكيدول، اكتيفيتي مجموعه انشطه تحقق الايه، الجولز اللي انا حددتها.
الكلام ده بيبقى موصوف فين؟ موصوف في البلانز. يبقى اذا البلان معناها ايه؟ تديسكرايب احد البلان ديسكرايب بتوصف الريسورسز تو بي الوكيتد المخصصه، وتحدد حاجه اسمها الاكتيفيتي سكيدولز جدول كده للانشطه لتحقق الاهداف اللي انا حددتها في النقطه السابقه. انواع الجولز، ممكن يكون عندك حاجه اسمها فاينانشال جولز، يعني اهداف ماليه، يعني انك تحقق انترنال فاينانشال بيرفورمانس، تحقق ارباح معينه. استراتيجيك جولز دي بيقول لها ريليتد تو ذا بيرفورمانس اوف ذا اذر فيرم. استراتيجيك جولز يعني مثلا ايه؟ يكون عايز تحقق موقع معين ما بين المنافسين، انت نمره 100 عايز تبقى بعد كده نمره 10 في التوب 10، يبقى انت بتعمل استراتيجيك جول مقارنه بالمنافسين بتوعك. لما اجي اقول انا عايز ابقى الاول على الدفعه، ده يعتمد على المنافسين بتوعي، ده هدف، غير لما اجي اقول ايه ان انا عايز احقق مثلا ارباح مليون جنيه، ما ممكن يكون غيري محقق اقل، ممكن يكون غيري محقق ازيد. فالجولز ممكن تكون اهداف استراتيجيه، وممكن تكون فاينانشال جولز يعني اهداف ماليه. واي بزنس لازم يكون ليه فاينانشال جولز فيما عدا البيزنس الخدمي، اللي هو زي ايه؟ زي مثلا الكليه والمستشفى، ما تبقاش ليها فاينانشال جولز، لان دي بتقدم سيرفيس مش بتقدم برودكت. انما اي بيزنس بيقدم منتجات لازم يكون ليه اهداف من الناحيه الفاينانشال، يعني من الناحيه الماليه. انواع البلانز، فبيقول لك ايه؟ ممكن يكون الخطط ممكن ابص لها من ناحيه البريدز، يا اما استراتيجيك يا اما اوبريشنال، يعني خطه استراتيجيه طويله الامد، يا اما خطه تشغيليه، يا اما ابص لها من ناحيه التايم فريم، لونج تيرم وشورت تيرم. في تخطيط اسمه شورت تيرم، في تخطيط بتاع في تخطيط بتاع اسمه شورت تيرم على مستوى مثلا اسبوع ولا يوم ولا شهر، في لونج تيرم على مستوى سنه ولا سنتين ولا خمسه، يبقى ده اسمه لونج تيرم بلاننج وده اسمه شورت تيرم بلاننج. انما في تخطيط من ناحيه الكفرج او البريدز استراتيجيك، او من ناحيه الاوبريشنال. نوع تاني من ناحيه الدايركشنال سبيسيفيك، يعني في حاجه اسمها تخطيط متخصص في نقطه معينه، وفي تخطيط يحدد الاتجاهات العامه، ده من ناحيه تخصصيه الخطط او البلانز. يبقى الخطط في نوع منها معتمد على التايم، او بقسمه من ناحيه التايم فريم، في من ناحيه الكفرج هاي بيكفر مثلا استراتيجيك يعني لونج تيرم بلاننج، ولا اوبريشنال. اوبريشنال ده عاده بيبقى شورت تيرم وبيبقى سبيسيفيك وبيبقى ستاندنج، يعني مجموعه من الناس. انما استراتيجيك ده بيبقى لونج تيرم، بيبقى دايركشنال وبيبقى سنجل يوز. يبقى اذا انواع الخطط يا اما تكون على العرض، يا اما التايم فريم، يا اما التخصص، يا اما الفريكوانسي فيوز. على فكره دي معناها ان انا بكررها كتير، انما الخطه الاستراتيجيه لاي مؤسسه المفروض بتنقلها من ستيت لستيت. مثلا في 5 سنين المفروض ال5 سنين التانيين ما بقوش زي اللي قبلهم، لان انا كنت بدات من ستيت مختلفه عن اللي انا بدات فيها في الخطه السابقه. فهو هنا برضو بدا يديني تفاصيل اكتر عن التايب اوف بلانز. بيقول لك استراتيجيك بلان دي استابليش اورجانيزيشنال اوفرول جول، يعني حاجات عامه بتبحث عن البوزيشن بتاع الاورجانيزيشن في الانفايرمنت، يعني ايه الكليه مكانها ايه في وسط كليات مصر مثلا. يبقى انا بتكلم على استراتيجيك بلان في مقارنه بالمنافسين. بتاخد اكستندد بيريد اوف تايم، يعني بتاخد وقت طويل. اوبريشنال بلانز معناها بتسبيسيفاي او بتحدد الديتيلز اوف هاو ذا اوفرول جولز ار بي اتشيفز، الاهداف العامه ازاي بتتحقق، ازاي وعاده بتكفر شورت تيرم بيريد، بتكفر وقت صغير من الزمن. التايبز اوف بلانز برضه بيقول لك ايه؟ لونج تيرم اللي هي التايم فريم بتاعها اعلى من 3 سنين، الشورت تيرم ان التايم فريم بتاعها بيبقى سنه او اقل. يعني في تقسيم للبلانز، يا اما من ناحيه التايم فريم يا اما تبقى لونج تيرم يا اما شورت تيرم. اللونج تيرم في حدود 3 ييرز، الشورت تيرم في حدود سنه واحده او اقل. من ناحيه البلان سبيسيفيك بلانز، دي بلانز بي كليرلي ديفايند نو روم وانتربريتيشن، يعني قصده ايه؟ حاجات خاصه. انما دايركشنال بلان دي فليكسيبل، يعني ايه؟ يعني حاجات محدده، يعني مثلا تذاكر 3 شابتر في الساعه، انما دي بيسموها اتجاهات، سياسات، بوليسي. فبيقول لك ايه؟ فليكسبل بلان دي بيبقى فيها شويه مرونه،
بيبقى فيها كلها جنرال جايد لاينز، انما دي حاجات محدده باوقات باسعار باتمان، دي بيسموها سبيسيفيك بلانز، انما دي دايركشنال بلانز. ممكن يكون من ناحيه الاستخدام سنجل يوز بلان يعني بتستخدم مره واحده، يا اما ستاندنج بلانز يعني خطط ثابته متكرره بتستخدم كتير على حسب، يعني مثلا انا جالي نشاط معين عملت له خطه تنفيذيه، جا نفس النشاط بعد 10 سنين بعمل له نفس الخطه التنفيذيه، فدي بيسموها ستاندنج بلانز، يعني خطط جاهزه على حسب الايه؟ على حسب الاكتيفيتي اللي المفروض ان انا اديها. التراديشنال جول سيتنج اللي هو بقى ازاي اعمل جول سيتنج، ازاي احدد الجولز بتاعه اي منظمه او مؤسسه، بتبقى عاده برود جولز، ده عاده سيت ذا توب اوف ذا اورجانيزيشن، يعني حاجات بتقوم بيها الاداره العليا في المؤسسه التوب مانجمنت، وبتبقى واسعه. الجولز ار ذين بروكن انتو سب جولز، الاهداف الكبيره، يعني اجي اقول لك ايه الهدف الكبير؟ ان انا عايز المؤسسه تبقى احسن مؤسسه في مصر، طبعا نقسمها الى احسن مؤسسه مثلا في الدلتا، وبعد كده في الوجه البحري وهكذا. بعد كده بيقول لك ايه الجولز ار انتندد تو دايركت جايد اند كونسترينز فور ذا ابوف، وبعد كده لازم تبقى مباشره وليها اهداف وليها جايدز. بعد كده بيقول لك الجول كلوز، لازم تبقى الجولز لازم تعمل فوكسنج ووضوح للور مانجمنت انه يعرف اهدافه ايه واللي المفروض يعمله. الجولز بقى بتتحدد ازاي؟ يا اما انا يكون عندي توب مانجمنت اوبجكتيفز واقسمها على مستوى الديفيجنز وبعدين الديبارتمنتس وبعدين الانديفيدوال، او العكس داون تو توب، ان انا اخد الاهداف بتاعت الموظفين الصغيرين وبعدين اهداف موظفين الاقسام وبعدين اهداف القسم. يعني مثلا اعطيك مثال اهو، dont worry about the quality just work fast، يعني هنا لو ده هدفه يعني اشتغل انت بسرعه ومش مهم الكواليتي، يبقى ده على مستوى الامبلوي. انما القسم يقول لك increase profit regardless of the means، يعني ايه؟ زود الارباح بغض النظر عن اي معاني اخرى. division بيقول لك I want to see significant improvement in division profit، يعني حاجه محدده، يعني ده على مستوى رئيس القسم، ده على مستوى الديبارتمنت، الديبارتمنت ده عاده بيبقى اصغر من الديفيجن، يعني في الشركات بيسموا ده قطاع انما ده قسم. يعني مثلا في الجامعه عندنا ثلاث قطاعات، قطاع الدراسات العليا، قطاع شؤون البيئه، قطاع شؤون الطلاب والتعليم. انما جوه بقى قطاع شؤون الطلاب والتعليم في ديبارتمنت اسمه التسجيل، في ديبارتمنت اسمه كنترول، في ديبارتمنت اسمه كذا في نفس القطاع. individual ده الافراد، التوب بقى التوب مانجمنت اللي هو بيدير كله. فهو بيقول انت عايز تعمل ايه؟ ازاي تسيت الجولز؟ يا اما تاخد من الافراد تحدد اهداف عامه، يا اما تاخد من الاهداف العامه تقسمها لقطاعات ثم اقسام ثم افراد وهكذا. ده بيسموه الهيراركي اوف جولز، حاجه اسمها المين اند تشينز، بيقول لك ذا انتجريتد نتورك اوف جولز ريزلتس فروم استابليشنج كليرلي ديفايند هيراركي اوف اورجانيزيشن. هيراركي يعني ترتيب هرمي من فوق لتحت او من تحت لفوق. ممكن تبقى achievement of lower goals in means by which to reach higher level goals، يعني جاي من تحت لفوق down to top، يعني تاخد الاهداف الموظفين تعملها منها اهداف الاقسام، اهداف القطاعات، ثم الاهداف العامه. بيعرفني definition جديد حاجه اسمها management by objective ال MBO، ده كلام مهم على فكره. في واحد بيجي يقول لك ايه مش مهم الخطط، انا ده عباره عن specific performance goals بتتحدد بالامبلويز والمانجر، الاداره بالاهداف، الاداره بالنتائج، يعني انت بتحط اهداف ونتائج. بروجرس بيتم البروجرس بيتم مراجعته في كل وقت معين، وبعد كده انا بعمل ايفالويشن وعلى اساس ايه الاهداف اللي تم تحقيقها وايه الاهداف اللي لم يتم تحقيقها. دي بيسموها مانجمنت باي اوبجيكتيف، الاداره بتحقيق الاهداف، يعني كل خطوة معينة بعملها بتقربني من الهدف اللي أنا حطيته ولا لأ. يعني مثلا أجي أقول لك أنا عايز أبقى الأول، طب أخد خطوة إن أنا في أولى طلعت الأول يبقى دي خطوة قربتني، في تانية طلعت العاشر يبقى خطوة بعدتني، يبقى بيسموها إيه؟ إزاي أنا كفاءة الإدارة بتاعتي على حسب تحقيقي للأهداف في كل ستيب ولا لأ. طيب الستيبس ايه بقى؟ خطوات عمل الجول سيتنج، اول حاجه بتريفيو الاورجنايزيشنال ميشن، احنا قلنا اي منظمه فيها ميشن وفيها فيجن، الفيجن رؤيه، الميشن اللي هي
المهمه اللي هي الفيجن دي بتبقى دريمز، انما الميشن حاجات حقيقيه قابله للتحقق، بتحدد اتجاه اتجاهات المؤسسه. فازاي سيت الجولز؟ يبقى اول حاجه بشوف الميشن ستيتمنت، هل هي بترفلكت الجولز ولا لا؟ ايفالويت الريسورسز، احاول اشوف ايه مصادري انا اصلا او الحاجات المتوفره عليا عندي، وايه الاهداف اللي هي موجوده في الميشن، وبعد كده هحدد الجولز بطريقه محدده سبيسيفيك جولز وقابله للقياس وتايملي. كلام مهم على فكره، يبقى الجولز سبيسيفيك محدده مش جابول، قابله للقياس. يعني ايه قابله للقياس؟ يعني مثلا اقول لك ايه فلان شاطر، ده مش قابل للقياس، انما يحصل على 95% عشان يبقى شاطر ده قابل للقياس. الحضور اقول لك بيحضر، ده غير قابل للقياس، انما يحضر اكتر من 75% مش جابول، يعني كميه قابله للقياس. تايملي يعني معناها كميه قابله للقياس وفي وقت محدد، انا بقول حضوره في خلال الترم. فيبقى في هو بيقول الجولز، اخر مرحله بقى في الستبس بتاعت الجول سيتنج، ان انا بحدد الجولز بالتحديد قابله للقياس ومحدده. المرحله الرابعه write down the goals and communicate them. يعني ايه؟ اكتب الجولز دي، everybody حط كل الجولز، بعد كده راجع الريزلتس اللي انت وصلت لها في الجول سيتنج. ايه اللي انا بقوله ده؟ دي الخمس، يعني بس عشان تبقى عارف ايه اللي انا بقوله، ايه هي الخطوات في عمليه الجول سيتنج الخاصه ب الخاصه ب بتحديد اهداف اي بلان. يبقى بتريفيو الاورجنايزيشن ميشن، دي نمره واحد، بتيفالويت الريسورسز، دي نمره اثنين، بتحدد الجولز انديفيدوالي السبيسيفيك جولز وقابله للقياس وفي اوقات معينه للتحديد، بعد كده بتكتب الجولز. يعني بص هنا بتكتب الجولز بانفراد، هنا بتبتدي تنسق بين الجولز، لان ممكن يكون في كونفليكت جولز موجوده انت حاططها في الاول. ريفيو ريزلتس اند ويزر ذا جولز ار بينج ميت، يعني هراجع النتائج وازاي تشينج وهكذا. البلاننج ان ذا هيراركي اورجانيزيشن، استراتيجيك بلاننج، فالتوب اكسكيوتيف استراتيجيك، فهو بيقول لك ايه عاده التخطيط بيبقى تخطيط استراتيجي الاول وبعد كده تخطيط تشغيلي. في البدايه فيقول لك عاده التوب مانجمنت بيبقى بالاستراتيجيك بلان، الميدل مانجمنت بيبقى انفولفد بالاثنين، انما الفيرست ليفل اوف مانجر بيبقى انفولفد بعمليه التشغيل فقط. وعايز يقول ان في خطط استراتيجيه وخطط تشغيليه، وكل مستوى من الاداره بيبقى انفولفد بليفل معين. الاستراتيجيك مانجمنت وات ذا مانجر دو تو ديفلوب ذا اورجانيزيشن استراتيجي. استراتيجيك مانجمنت بيقول لك ايه المانجرز المطلوب ان هم يعملوه مع الاورجانيزيشن استراتيجي، دي عمليه التخطيط الاستراتيجي. الاستراتيجيز اللي هي ايه بقى معنى كلمه استراتيجي؟ بلان فور هاو اورجانيزيشن ويل دو، ايه اللي هتعمله عشان البيزنس يتم بنجاح ويعمل ايه ويكون السياسات دي تاتراكت وساتسفاي الكاستمرز تو اتشيف ذا جولز، ان اوردر تو اتشيف ذا جولز. ما هو السياسات بتاعتك دي عايز تنجح فيها البيزنس، دي نمره واحد. نمره اثنين تبتدي تاتراكت مور كاستمرز، لان اي بيزنس بيبقى ليه كاستمرز، وتعمل حاجه اسمها كاستمر ساتسفاكشن، تحقق اهداف الكاستمرز، وفي نفس الوقت كل ده يجو within achieving the goals of the organization. ايه عمليه الاستراتيجيك مانجمنت بروسيس؟ هو بيقول لك ايه عمليه التخطيط الاستراتيجي او الاداره الاستراتيجيه زي ما بنقول عليها. عادة الإدارة الاستراتيجية دي بتتكلم على ستة ستيبس، بتحدد اللي هي الاستراتيجيك بلاننج. ايه الستة ستيبس دول اللي هنتكلم عليهم دلوقتي؟ أول حاجة بتأيدنتيفاي الأورجنايزيشن كارنت ميشن جولز أند استراتيجيز، الميشن المهمة المطلوبة والأهداف والاستراتيجيز دي الخطوة نمرة اتنين نمرة واحد. وبعد كده بتعمل السوات أناليسيز، السوات دي اختصار أربع كلمات، سترينث ويكنس يعني قوة ضعف، opportunity فرص تهديدات threats. تاني السوات اناليسيس دي ايه؟ strength مصادر قوه المنظمه، weakness مصادر ضعف المنظمه، opportunities الفرص اللي قدام المنظمه، threats التهديدات اللي حوالين المنظمه. عاده بيبقى منهم اتنين خارجيين خارج المنظمه واتنين داخليين، يعني الفرص دي بتيجي من بره
بره الاورجنايزيشن، التهديدات بتيجي من بره، انما نقاط القوه ونقاط الضعف دي بتبقى انترنال اناليسز المنظمه. يعني انا اعمل المنظمه مثلا تحليل، ده تحليل داخلي وتحليل خارجي. التحليل الداخلي بيبين مدى قوه المنظمه، يعني مثلا كليه كذا مدى قوتها، امتلاكها اعضاء التدريس وكفاءه عاليه، امتلاكها مباني وريسورسز مش عارف كذا عاليه. انما ايه التهديدات؟ وجود كليات منافسه من القطاع الخاص. ايه الفرص؟ الاحتياج الاحتياج لناس في الاي تي في كل السوق. بعد كده من بعد ما بتحدد الخطوتين دول بتفورموليت الاستراتيجيز، بتكتب الاستراتيجي بيزد على التحليل الداخلي والخارجي بتاع سوات اناليسيس، وبعد كده بتمبلمنت الاستراتيجي، وبعد كده بتيفالويت الريزلتس. دي الخطوات بتاعت حاجه اسمها الاستراتيجيك مانجمنت بروسيس. يبقى عمليه الاداره الاستراتيجيه او التحقيق الاستراتيجي بتادنتيفاي الاورجنايزيشن ميشن وجولز، وبتحدد الاكسترنال، بتعمل اكسترنال اناليسيس وانترنال اناليسيس، وبعد كده بتفورموليت الاستراتيجيز، وبعد كده بتمبلمنت. امبلمنت يعني بتنفذ الاستراتيجي دي، بتصيغها في هيئه حاجه مكتوبه وبلان، خطه فعليه مكتوبه، وبعد كده بتعمل ايفالويشن. ليفالويشن يعني تقييم اللي انت عملته ده كان صح ولا غلط، عشان لما تيجي تعمل بلان ثانيه تعدل وهكذا، تضيف تحذف وهكذا. فهو بيقول لك الاستيب الاولانيه ايدنتيفايز اورجانيزيشن كارنت ميشن جولز اند استراتيجيز، هنقولهم بسرعه لان احنا اوريدي اتكلمنا عنهم. الميشن دي ستيتمنت اوف بيربس اوف ان اورجانيزيشن، بنسميه السكوب للبرودكت والسيرفيسز اللي انت هتقدمها المنظمه. الجولز معناها الفاونديشن، ايه الاساس اللي هتعمل بي بلاننج مستوى اعلى. ستيب نمبر 2 دوينج اكسترنال اناليسيز. اكسترنال اناليسيز ده اللي هو بقى بتشوف الفرص وبتشوف التهديدات بتاع اللي حوالين الاورجانيزيشن. ستيب 3 دوينج انترنال اناليسيز، بتشوف الويكنس، نقاط قوه المنظمه ونقاط الضعف. اللي بيقول لك ستيب 2 اند 3 ار كومبايند ار كول سوات اناليسيز، سترينثز ويكنس اوبورتيونيتي ثريتس، دي اسمها سوات اناليسيز. سوات اناليسيز ايه هو؟ ان اناليسيز اوف اورجانيزيشن سترينثز ويكنس اوبورتيونيتي اند ثريتس. ثريتس يعني تهديدات، اوبورتيونيتيز يعني فرص، ويكنس يعني نقاط قوه، سترينس يعني نقاط ويكنس نقاط ضعف، سترينس نقاط قوه. الريسورسز معناها ايه؟ بتحدد الاورجنايزيشن اسيسز ايه الريسورسز، سواء من ناحيه القوى البشريه والماليه والماشينز بيسموها الريسورسز. الكابابيلتيز بتحدد السكيلز اللي هي بتملكها المنظمه، والورك اكتيفيتيز اللي احنا محتاجينها في البيزنس. الاسترينس بيقول لك اني اكتيفيتي اورجانيزيشن دو ويل، اي حاجه هي الاسترينس، اي حاجه بتشتغل بقوه وتعتبر نقطه تميز في المنظمه. الويكنس معناه اي حاجه ما بتشتغلش بقوه وضعيفه ومحتاجه ريسورسز عشان تتحسن ادائها. الكور كومبيتنس معناه الاورجانيزيشن ميجر فاليو كرايتيريا كابابيلتي، اللي هي بقى ايه المنافسه. ما هو اي منظمه بيبقى فيها تنافس مع منظمات المثيله، فهو بتقول المنافسه بتتم على ايه وعلى حسبها ايه. الاستراتيجيك مانجمنت بروسيس بيبقى فيها الفورميليت الاستراتيجيز، يعني دي الستيب رقم 4، بتديفلوب اند ايفالويت الاستراتيجيز الترناتيفز. عاده بيبقى اي استراتيجيه وخطه بيبقى فيه خطه وخطه بديله، انت بتحط البلان والخطط البديله لكل خطه فيهم. بتسلكت الاستراتيجي اللي هي اللي على كل المستويات المناسبه حاليا بناء على المنافسين وعلى الوضع بتاعك من ناحيه الريسورسز. بتماتش الاورجنايزيشن سترينثس تو انفايرمنتال اوبورتيونيتي، بتحاول تلاقي نقاط القوه بتاعتك على حسب الفرص المتاحه. بتحسن الويكنس، وبتاخد بالك من الثريتس اللي هي ده خارج المنظمه. ستيب رقم 5 بتمبلمنت الاستراتيجيز، معناه انك بتبتدي تحقق الاستراتيجي وتفعلها وتشغلها عن طريق انك تحدد اكتيفيتيز معينه، وبتبتدي الخطوه رقم 6 هي بتيفالويت بقى الريزلتس بناء على تنفيذك في ستيب رقم 5. بتيفالويت الريزلتس يعني بتشوف انت هل انت حققت الاهداف ولا لا، وبتقيس هل انت حققت الاهداف ولا لا. طيب الرول بقى بتاعت اللي بيسموها الميزه التنافسيه. الميزه التنافسيه يعني كومبيتيتيف استراتيجي معناه الاورجنايزيشن بيكون عندها ميزه تنافسيه عشان يقدر، يعني مثلا في واحد عنده ميزه تنافسيه في السعر،
واحد عنده ميزه تنافسيه في المكان، يعني مثلا كليه مكانها قريب، واحد حاجه تانية عنده ميزه تنافسيه في اسعارها ارخص، ميزه تنافسيه عددها اقل، اعداد الطلبه وليكن. يعني الفانكشنال استراتيجي دي استراتيجي يوز اوبتمايزيشن عشان احقق استراتيجيه وظيفيه، يعني وظيفه معينه احنا متميزين بيها، منتج معين احنا متميزين بيه، ده بيسموه فانكشنال استراتيجي. بياخد وظيفه معينه يركز عليها في البيزنس يتميز بيها عن الاخرين. يعني مثلا زي ما انت تيجي تاخد ايه، تقول الكليه دي متخصصه في علوم السكيورتي، فتركز كل الاهداف بتاعتك والتميز او بيسموها نقط التميز بتاعتك في مجال وليكن السكيورتي او في الداتابيز. الفايف فورسز بقى في عمليه التنافس، تهديد اللي هو ايه الخمسه، يعني اي منافس اي واحد بيشتغل فيه ممكن منافسين يهددوه، مين اللي بيهددوه؟ اللي هو تهديد اللي ناتج من اللي هو مثلا كليه جديده بتهددنا، يعني انا وانت بننتج سلعه بنبقى انا وانت خايفين من واحد تالت يخش معانا، ده بيسموه تهديد المنافس الجديد اللي هو بيخش البيزنس جديد، كليه جديده انشئت، فيبقى معنى كده ممكن هتهدد الكليات اللي شغاله. طيب threats of substitutes، كلية مثلا ايه التهديد البديل، يعني ايه تهديد البديل؟ يبقى ده كلية زي بالظبط بس داخلة تهددني، انما ده كلية بديلة، يعني مثلا اجي اقول لك بتوع علوم حاسب كلية العلوم يعتبروا بديلين لينا الى حد ما، فممكن البدائل تزيد، البدائل تزيد فتهددني. يعني مثلا انا لو مثلا بتكلم على حاجتين بديلتين، رخص سعر بديل هيؤدي لرخص السعر البديل الاخر حتى لو تكلفته عاليه، لان لو في سلعه بديله الناس وسعرها ارخص الناس هتتجه ليها، لو في كليه بديله معهد مثلا بس سعره ارخص من الكليه وبيشتغل نفس الشغل وبيخش نفس النقابه ومش عارف ايه، فيبقى ده بيسموه بديل. يبقى في تهديد من المكافئ ليك بس جديد، في تهديد ده بيتكلم على قوه المنافسين اللي حواليك، تهديد من اللي هو البديل، مساومة البار اوف بايرز، لو انت بتبيع حاجة، لو انت بتبيع حاجة معينة وبيعها قليل، يعني المنتج بتاعها كتير، يا جماعة البايرز هيتنافسوا عليك، انت مشتري سلعة يحتكر يا اما بايع سلعة يحتكر، يعني مثلا السلعة قليلة يبقى البائعين هيتحكموا في المشترين، السلعة كتيرة والمشترين كتير والمشترين قليلين، يبقى هنا هيحصل مساومة من البايرز. يعني ايه؟ ان الناس بتوع السوفت وير اندستري كتير وان والبايرز اللي هم الناس بتوع التوظيف عددهم قليل، يبقى هيساوموا ياخدوا الخريج ده وما ياخدوش الخريج ده على حسب العرض والطلب، فدي ممكن تكون قوة بتأثر على التنافس. البارتنر سبلايرز برضو، انت لو بتاخد سبلاي من حد وهم بيساوموك في عمليه السبلاي، يا اما يبيعوا لفلان يا يبيعوا فلان، ده برضو قوه بتحاربها انت في المنافسه، لان اي بيزنس لازم يبيع حاجته، يبقى ممكن في قوه للمشتري، ولازم يشتري رو ماتيريال، يبقى في قوه للسبلاير، لو الاثنين دول السبلايرز عددهم قليل والمشترين كتير هتعمل لك مشكله، لو اللي هم المشترين منك انت سلعتك كتير قليلين وانت بتنتج كتير هيبقى هم لهم قوه عليك في المنافسه. تمام. التنافس بقى اللي هو التنافس بين اللي هم اللي شغالين في نفس الاندستري، يعني اذا هم في اربعه، في دي بقى اللي بيقول لك الفايف فورسز بتاعت عمليه التنافس، اهي السبلايرز، البدائل، البايرز المشترين اللي هو الداخلين جداد، الاربعه دول بيعملوا لك اربعه قوه بالاضافه لقوه المنافس اللي معاك في السوق اللي هو بينتج نفس السلعه. الترمز اللي احنا اتكلمنا عليها اهي، ودي الاسئله دي ريفيو كويشنز دي مطلوب انك تعجبها وتبعتها في خلال 3 ايام، دي اسئله على الشابتر اللي احنا اتكلمنا عليه. وشكرا كده، محاضره لحد 5-4 خلصت وإن شاء الله هرفعلكوا عبوك. شكراً.